الآن للأسف الشديد بعض أبنائنا وبناتنا يلحدون وينسلون من هذا الدين العظيم الرحيم بسبب ما وقر في أخلادهم أو أذهانهم أن النبي لم تكن له معجزة حسية مادية، وزعم أن معجزته فقط هي القرآن، وإحنا بينا هذا غير صحيح، له معاجز حسية لكن بسبيل الكرامات، ولم يكن يتكثر بها ولم يكن يعول عليها، وسوف تعلمون لماذا. يلحدون ويخرجون من الإسلام والقرآن بين إيه؟ أيدينا، لأنه ما فيش معجزة حسية. ما شاء الله، يعني لو كانت له معجزة حسية كنت ستسلم؟ طب هل أسلم؟ هل آمن الناس الذين شهدوا معاجز عيسى عليه الصلاة والسلام، ومنها إحياء الموتى وإبراء الأكمة وإبراء البرص وإقامة المقعدين وتكثير الطعام والأرغفة والسمك ومعاجز كثيرة لعيسى صنفوها في ستة أبواب، في ست فئات. هل أسلموا؟ هل آمنوا؟ العجيب أن المؤرخين للكنيسة وللديانة المسيحية بشكل عام يقولون، لست أنا، المؤرخون الغربيون المتخصصون يقولون لم يثبت حتى في مطلع المسيحية أن المعاجز اليسوعية أثرت وأجدت قناعة وجذبا الإيمان في الجنتايلز، يعني في الأقوام، في الشعوب الأخرى، في الأقواميين، يقولون هكذا الجنتايلز، الشعوب الأخرى غير بني إسرائيل وكذا كذا، لم تؤثر فيهم. بالعكس، كان العالم الروماني الذي سيعترف بعد أي ثلاثة قرون تقريبا ونيف بالمسيحية دينا له ويؤثر عليها ويرومنها كما قال إيش جبن وعبد الجبار لدينا، هذا العالم كان مليئا بمن يعرفون بصانعي المعجزات وهم وثنيون. أبولونيوس من تيرانا مثلا، أبولونيوس من تيرانا متوفى سنة 97 للميلاد، وثني هذا لا يؤمن بالله عز وجل، الروماني هذا له معاجز كثيرة، حتى أن فيلو استراتوس بعده بنحو قرن كامل حوالي 270 ألف كتابا كاملا عن أبولونيوس من تيرانا ومعاجزه العجيبة. لماذا؟ لأنه أي فيلو استراتوس أيضا كان أي شكوكيا ريبيا، وكان ضد الأديان وضد التوحيد، أراد أن يقيم منه بما شاع عنه من معاجز وخوارق ضدا للمسيح أو ندا للمسيح، لكن ندا وثنيا، هذا توحيدي وهذا وثني. فالقضية مش بهذا، أكثر من هذا، أكثر من هذا، عشان لا يتهم القرآن. النبي لم يأتي بمعجزة إيه؟ حسية، واعتل بأن القرآن معجزته وبأن الناس لا يؤمنون بسبب المعاجز. والله شعر بدني، هذا لم يقله الله فقط، قبل أن ينزل على قلب محمد قاله التاريخ والوقائع، بل قاله يسوع عليه السلام، بل قاله الكتاب المقدس. كيف؟ في إنجيل لوقا، وعودوا إليه، في إنجيل لوقا يحدثنا إيه؟ المسيح عليه الصلاة والسلام وما أجمل أمثاله التي كان يضربها. حدثنا عن رجل غني متمول ثري يأكل من أطايب الطعام وأحسن إيه؟ المشروبات، وكان يقف ببابه لا يريم رجل فقير مجذوم، بدنه ملآن بالقروح متقرح، اسمه لعازر، اسمه لعازر، هذا اسم يتكرر كثير في الكتاب المقدس على كل حال، والذي أحياه المسيح واحد آخر اسمه لعازر أيضا، وأخو مريم المجدلية لعازر، اسمه لعازر. كان يؤمل المسكين لعازر الفقير جدا المعدم في فتات ما يلقى من الطعام الذي كانت تناله الكلاب حتى قبله، ولا يلتفت إليه. يقول المسيح: مات الغني الثري ومات لعازر الفقير. ثم يعرض لنا السيد المسيح مشهدا للغني الثري في هادس. ما هي هادس؟ الجحيم، جهنم، هذا تعبير يوناني، اسم يوناني، الكتاب المقدس كتب اليونانية بعد ذلك. المهم في هادس، هادس هي الجحيم، الغني الآن يجلس يتلظى في نار هادس وينظر إلى أبينا إبراهيم الخليل عليه السلام. أما لعازر المتقرح المسكين الفقير ف
فهو يجلس في حضن إبراهيم، لأن الملائكة ألقته إلى حضن إبراهيم، وهناك أخذ أحسن هيئة وصار بدنه أحسن بدن، ويأكل ويشرب متنعما متلذذا. ينظر إليه الغني البخيل الجحود وهو في هادس، يقول له: يا أبتي يا إبراهيم، ارحمني واسمح لأخي لعازر، حين صار أخوك، صار أخاك، اسمح لعازر أن يأتيني وأن يضع أصبعه في الماء ثم يضعه في فمي ليبرد ما بي من حرة. جهنم، ما عندوش طمعية في شربة ماء، ملكاش مثل القول الكريم الكريم. أذكر في سورة الأعراف هذا: أفيضوا علينا مما طيب من الماء. فإبراهيم قال له: لا، لقد نلت واستوفيت خيراتك كاملة في الدنيا، ولعازر نال ما أصابه من المحنة والبلاء كاملا في الدنيا، والآن حق، يعني معنى الكلام هذا من عندي، حق للرب العادل لا إله إلا هو أن ينصب ماذا؟ ميزان العدل، وكل إنسان يأخذ جزاءه الذي يستحقه. أنت لا تستحق إلا هادس، وهو المسكين يستحق هذا النعيم. ثم يقول الخليل إبراهيم عليه السلام: ثم لو أردت ذلك ما أنا بمستطيع. لماذا؟ قال: لأن بينك وبيننا هو، لا نحن نستطيع أن نعبرها إليك، ولا أنت تستطيع أن تعبرها. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيها الرحمة وظاهره من قبل لا إله إلا الله. وحي واحد. لذلك النجاشي رضوان الله عليه وعليه السلام لما أسلم، النجاشي حين سمع القرآن الكريم اخضلت لحيته بدموعه، يبكي وأدرك كلاما عجيبا جميلا إلهيا ذا روح إلهية. قال: هذا والذي جاء به المسيح ينبعان يصدران يفيضان من مشكاة واحدة، مصدر إلهي. والقرآن أكد هذا في 14 موضعا، أن القرآن جاء مصدقا لما بين يديه الكتاب. القرآن يصدق التوراة والإنجيل، لا ينفيهما، لا يكتب عليهما، يصدق. وهي نفس الشيء. فضرب بينه وبسور، لكن شوف التعبير عاد، فضرب بينهم وبسور، بينهم وبين التعبير إيش؟ بيني وبينكم هو، لا تعبير عادي هذا، ذاك تعبير إلهي عجيب. على كل حال، قال له: إذن يا أبتي الغني في الجحيم، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا رب، اللهم تجعل هذا مصيرنا ولا النار مثوانا ومأوانا، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: إذن يا أبتي يا إبراهيم، أرسله، أرسل لعازر إلى بيت أبي في الدنيا، أطلب من الله أن يعيده إلى الدنيا. لماذا؟ لأن في بيت أبي 5 من الأخوة لي، يبدو أنهم كلهم جحدة فسقة لؤماء بخلاء كزازون، لا يحضون على طعام المسكين، لئلا يصير مصيرهم مثل مصيري. قال: لا، هذا لا يكون، لأن عندهم الأنبياء وموسى، عندهم كلام موسى وكلام أنبياء إسرائيل، إيش بدهم في العازر يرجع لهم؟ هذا لعازر فقير غلبان مش نبي. قال: يا أبتي، إنهم لا يسمعون كلام موسى وكلام الأنبياء، فلو بعثت لهم لعازر. قال: إذن إبراهيم، قال: إذن من لم يسمع كلام موسى والأنبياء لن يسمع ولن يفيده حتى لو عاد إليه الميت. الله، الآن أصبح واضح لدينا هذا مع الخلفية التاريخية، أن هذه المعاجز لم تجد إيمانا، ولم تقنع الجنتايلز ولا غيرهم حتى، ولم تقنع معظم بني إسرائيل الذين تألبوا على المسيح، ونعرف ماذا أرادوا به. ومع ذلك نعود للقرآن الكريم: وما منعنا أن نرسل بالآيات. ما هي الآيات؟ المعاجز، ميركلز، الآيات سيملن. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. سبحان من هذا كلامه، وجل من هذا نظامه، لا إله إلا الله. صدق من قال: العلم نور. حين تفهم هذه الخلفية ثم تقبل على هذه الآية، ستنظر إليها بعين أخرى غير التي نظرت إليها، غير العين التي جعلت بعض الناس يلحدون ويكفرون. قال لك: هذه تعلة، محمد يعتل لأنه عاجز، كأن محمدا يأتي بالمعجزة من لدنه. لا محمد ولا غير محمد ولا أحد أصلا يستطيع أن يأتي بمعجزة. الذي يأتي بالمعجزة يصنع معجزة
رب الأنبياء، رب البشر، لا إله إلا هو، الله تبارك وتعالى. ولذلك كم من مرة الله يذكر ويلفت إلى أنه لا يستطيع محمد أن يأتي بآية إلا بإذن الله، إذا الله أذن. على أن إيه محمد لو جعل التحدي هي المعاجز الحسية واستجاب لهم وأفحمهم، لن يكون حالهم خيرا من حال مين؟ من حال الأقواميين وبني إسرائيل الذين كفروا بعيسى واعتبروه، استغفر الله، حتى ابن الشيطان. عيسى عليه السلام ابن الشيطان عليه الصلاة والسلام، حاشاه وكلا. يحدثنا المفكر الإيرلندي، لا أستطيع أن أصفه إلا بالكبير والرائع، لأنه حقيقة فيلسوف وعقل كبير ومحترم، وسوف أعود إليه أيضا، أستمد منه في درس ما بعد العصر بخصوص قضية إيه الخوارق والمعجزات، لأن له تحقيقا في منتهى القوة، في منتهى القوة والمتانة. سي أس لويس يقول ماذا؟ يقول: في حياتي اتفق لي مرة واحدة أن التقيت بشخص يدعي أنه رأى شبحاً، جوست. ناس يسمعون على الأشباح والأرواح، بس هل شفت أنت بنفسك؟ قال: أنا في حياتي شخص، وكان هذا الشخص امرأة، أكدت لي نعم أنه اتفق لها مرة أن رأت شبحاً. هذا طبيعي، بصير في غيرها بأكتوب، في بكونوا مرضى عقليين وكذا، وضلالات بصرية موجود، وأوهام واستهامات موجود. قال: العجيب أن هذه المرأة لم تكن تؤمن بعالم الأرواح ولا بخلود الروح، يعني ملحدة تقريبا. فسألتها مباشرة: وبعد أن رأيت الشبح هل آمنت؟ قالت: لا، لا أزال على عدم إيماني. لا إله إلا الله، قال لك المعجزات والمعجزة الحسية، لا أزال على عدم إيماني. قال: ولذلك سألتها: كيف وقد رأيت الشبح، شيء ينتمي إلى ما وراء إيش الطبيعة، على الأقل بالمعنى والأفق الذي نتعاطى وفقه مع الطبيعة؟ قالت: أنا أفسر أنه خداع بصري، في مشكلة عندي في البصر، مشكلة في الجهاز العصبي، يعني فسرت تفسيرا مرضيا اختلاليا، وبقيت على ماذا؟ على إلحادها. ولذلك قضايا الإيمان والإلحاد لا تحسمها المعاجز الحسية، هذا مهم جدا أن نفهم هذا بعمق. ما الذي يمكن أن يحسمها؟ الجدل العقلي المتزن، جواب السؤال الفلسفي. هناك سؤال، أسئلة من طبيعة فلسفية، لا بد أن نستقر على جواب محدد لها. ولذلك قد تكون التجربة واحدة الواقعة تاتزاخن، بسموها بالألمانية تاتزاخن، وقائع التي قال فيها جوته، قال: الوقائع شائنة فظيعة، قال الوقائع، ولذلك لا فائدة من المحاججة. في واقعة تريد أن تحاجج لتنفي الواقعة، أنت قال في عقلك، قال يقول جوته، قال: الوقائع شائنة، يعني حتى قدرتها أي في تحطيم وتغوير الجدل قوية جدا. وفعلا وهذا سوف نستفيد منه أيضا في ما بعد العصر، قال: الوقائع شائنة، ولذلك لا فائدة من السجال، من المحاججة، بل بالحري الوقائع أقوى من الفارهايتين، أو أقوى من الحقائق. وهذا كلام إلى حد بعيد صحيح، لكن مش بالمطلق فلسفيا، لكن إلى حد بعيد صحيح. فيما بعد العصر سوف أحدثكم عن واقعة ربما معظمكم على الأقل شاهد الفيلم الذي وثقها دراميا، فاطمة، يعني فاطمة اسم أكيد هذا إسلامي من أيام المورسكيين، فاطمة يقولون باللغة الأجنبية، فاطمة البرتغال، فاطمة في البرتغال، كيف أبرزت للناس معجزة أو خارقة أو كرامة لها، خارق على كل حال، في الميعاد الذي حدثتها به السيدة الكريمة التي كانت تبرز لها وهي العذراء أساس عليه السلام. قالت لها في 13 سبتمبر: أخبر الناس أنني في 13 أكتوبر سوف أريهم معجزة. وكان الحرب العالمية لسه لم تنتهي، 1917. تعرفون فاطمة، هذا السهل الجميل في فاطمة، كم حضر من الناس؟ 70,000، 70,000، طبعا منهم كهنة، وكانت أيديهم على قلوبهم. لماذا؟ إن لم تقع المعجزة زاد وضعنا سوءا ورداءة. ليش؟ كان في تيار إلحادي وتيار ضد كهنوتي، ضد الكهنوت تماما، وكان أكبر صحيفة ضد الكهنوت صحيفة اسمها سكيليو،
بالبرتغالية معناها إيش؟ يعني القرن، صحيفة القرن، ربما القرن من الزمان يعني سينشري. سكيليو. وكان رئيس تحرير هذه الصحيفة اسمه ألفينيو دي ألميديا، وكان ملحدا وضد الكهنوت. خصص العدد الصباحي من صحيفته لماذا؟ للمعجزة المزعومة. لماذا؟ لكي يؤلب الناس، أن تعالوا تعالوا أيها الناس ليأتي أكبر عدد، ولكي تشهدوا فضيحة الكنيسة. يكون في سكاندل، سكاندال يعني يكون فضيحة كبيرة ومش حيصير حاجة. وحضر إيه لأدريون وشكوكيون وأطباء ورجال شرطة ورجال قضاء وعوام 70,000 في السهل الذي اتسع لهم. وقالت الفتاة، السيدة أخبرتني أنها ستكون عند الظهر. دخل وقت الظهر، زادت الشمس عن كبد السماء قليلا، ما في إيه؟ وطبعا كان يوما مطيرا، ورغم أنه كان مطيرا أو ماطرا اجتمع واحتشد 70,000، شيء غريب. وفي لحظة معينة بعد الظهر بقليل انزاحت وانساقت الغيوم إيه؟ جانبا، من هنا ومن هنا كل شيء، وأصبحت الشمس في رائعة النهار واضحة تماما، لكن صفراء صفرة مريبة، صفراء صفراء بشكل واضح والكل يراها. ثم البنت ترى العذراء والناس لا يرونها، قالت هي تقول لي انظروا إلى الشمس. هم كانوا لا يعرفون أن المعجزة لها علاقة بالشمس، ينتظرون معجزة من نوع آخر، أن يروا هم العذراء مثلا، أو ينزل ملاك من السماء، أو البنت الصغيرة هذه لوسيا، أن لوسيا تطير في الهواء مثلا كما كان يطير هنا في القرن 17 جوزيف الإيطالي. موضوع ثاني هذا، في معاجز أو في خوارق موثقة لم يعرفوا، ولا حتى لوسيا كانت تعرف، البنت الصغيرة بنت 14 سنة لم تعرف، بنت 10 سنوات عفوا، لوسيا كانت 10 سنوات. لكن فجأة قالت لهم العذراء تقول انظروا إلى الشمس، نظروا إلى الشمس المصفرة الواضحة في رأت النهار، وإذا بالشمس تتحرك حركة لولبية وتهوي اتجاه الأرض. كان منظرا فظيعا مفزعا، الناس فزعوا فزع مخيف، الشمس كأنها تنزل على الأرض، ما هذا؟ صراخ فزع رهيب. ألفينو دي ألميديا كتب، وهو الملحد وضد الكهنوت وضد الكنيسة، قال كان منظرا مفزعا رأيت بعيني رأسي. في أيضا شكوكيون آخرون على بعد 20 ميل، حوالي 25 كيلو، رأوا هذا تماما، كيف الشمس تتحرك حركة لولبية وتهوي كأنها تهوي نحو الأرض. واستمر المشهد 8 دقائق. انتبهوا، أنا لو أحدثكم عن حادثة قبل 1000 سنة وشاهدها 5 أو 6 أو 7، 70,000، ومنهم من أتوا بقصد التكذيب وقصد إظهار الفضيحة، واضح؟ لم يستطع أحد أن يكذب ما رأى، لأن هذا المشهد العلني المخيف المفزع استمر 8 دقائق، الحركة هذه. طبعا قدمت تفسيرات، سأعرض بعضها من غير الدخول في التفاصيل بعد ذلك، 10 تفسيرات سأشوقكم بعدم ذكرها الآن، لكن أعجبني أن الكاتب الذي عرض لهذه 10 التفسيرات التي سماها علمية وجدلية مرحة صدر مقالته سنة 2009 بقوله أعجب، أعجب أو لا أزال، لا أزال أعجب مما يؤمن به الناس تجنبا للإيمان بالله. يعني ما شاء الله، ممكن يؤمن بأي شيء، بأي خرافة، على ألا يقر إيش؟ بوجود الله. إذن فهمنا احنا المكتوب، يفهم من عنوانه أنه 10 التفسيرات الأقوى والتي طرحها العلماء والمفكرون كلها تالفة، وليس لديها قدرة نقضية لتنقض هذا هذه المشهدية العلنية المخيفة التي حصلت في فاطمة في 13 أكتوبر قبل انتهاء الحرب العالمية بسنة. اقرأوا عن فاطمة واقرأوا الدراسات حولها والتفسيرات، واللي ما شافش الفيلم يشوفه عشان تأخذوا هذه الفكرة. ثم يسألونك ولماذا المعجزات لم تعد تحدث؟ أنت تصدق نفسك لم تعد تحدث؟ أنت متأكد أنها لم تعد تحدث؟ تحدث وتحدث باستمرار على فكرة، لكن ليس بالتواتر الذي تريده، وليس ضمن الشروط التي تريدها، وليس تلبية لاقتراحاتك، لأن النبوة انتهت، النبوة انتهت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.